أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نتناول فيها مستجدات خطة إعادة الانتشار في الحديدة وشكوى الحكومة والسعودية والإمارات إلى الأمم المتحدة. قال ممثلو اليمن والسعودية والإمارات في الأمم المتحدة إن الحوثيين يمارسون انتهاكات تنال من اتفاق وقف إطلاق النار في المدينة، ذلك بشن هجمات صاروخية باليستية ومتوسطة المدى، إضافة إلى استهداف المدنيين بنيران القناصة حتى بعد الموافقة على الهدنة. جاء ذلك في رسالة وجهت بتاريخ 31 من ديسمبر إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن الكوت ديفواري كاكو هواك داليون، بحسب وكالة فرانس بريس التي نشرت ذلك على لسان مسؤول لم تكشف عن اسمه. في رسالة اتهمت الحكومة والتحالف ميليشيا الحوثي بالامتناع عن الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بصعوبة في مدينة الحديدة، وذلك بإقامة حواجز وحفر خنادق في المدينة المطلة على البحر الأحمر. وفقا لمشاورات ستوكهولم، فقد تم الاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين منتصف ديسمبر الماضي على انسحاب متبادل من المدينة والميناء ومن ثم محافظة الحديدة بعد تثبيت وقف إطلاق النار. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه من زاويتين: ما الجدوى من مخاطبة مجلس الأمن؟ وما الممكن فعله في حال استمرت الخروقات؟ نذهب لمشاهدة التقرير ثم نعود لبدء النقاش. أصداء فشل المهمة الدولية في الحديدة وموانئها تتردد في مجلس الأمن. يأتي ذلك في أعقاب الشكوى الثلاثية المقدمة من الحكومات اليمنية والسعودية والإماراتية إلى الرئيس الدوري للمجلس. الرسالة وفقا لدبلوماسي عربي رفض الإفصاح عن اسمه تعود إلى 31 ديسمبر، وتضمنت اتهاما للحوثيين بالامتناع عن الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بصعوبة في مدينة الحديدة، واستمرارهم في شن الهجمات وإطلاق نيران القناصة وصواريخ باليستية متوسطة المدى بمدينة الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة، وكذا الاستمرار في إقامة الحواجز وحفر الخنادق في المدينة المطلة على البحر الأحمر. المعلومات الواردة من الحديدة تفيد بأن لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار برئاسة الجنرال باتريك كاميرت أخفقت بعد سلسلة من الاجتماعات في التوصل إلى صيغة مشتركة بخصوص التهدئة وإعادة الانتشار وفتح الممرات الآمنة، وبدت كما لو أنها تنطلق من الصفر ولا تتأسس على اتفاق محروس بقرار أممي هو الأحدث في سلسلة القرارات التي صدرت بشأن اليمن. فلا تطور أكثر من أن الطرفين سلم في آخر اجتماع عقدته اللجنة الأربعاء تصوراتهما الخاصة بشأن هذه القضايا التي تعنى بها هذه اللجنة، على أمل بأن يقف الجنرال كاميرت على هذه التصورات لاقتراح الصيغة المشتركة التي قد تسمح وقد لا تسمح بإحداث الانفراج المنتظرة على أعتاب واحدة من أهم الاتفاقات التي أنجزت طيلة الأربع السنوات الماضية من بدء الحرب. وللتذكير، فإن اتفاق السويد أوكل إلى هذه اللجنة مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوماً من سريان الهدنة التي بدأ في 18 من ديسمبر المنصرم. وميدانياً، أفادت المصادر بتجدد الاشتباكات العنيفة في 3 مواقع رئيسية على الأقل بمدينة الحديدة، هي الجامعة وكيلو 7 وقوس النصر، وهو تطور يختلف كثيراً عن الخروقات التي كانت تتم من أحد الطرفين على نحو متفرق وعلى نحو ينذر بدخول هذه المدينة مجدداً دورة عنف أخرى يصعب التكهن بمداها وبنتائجها القريبة أو البعيدة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، وأرحب بمن ينضم إلينا من الحديدة الكاتب الصحفي سامي الأهدل. أهلا بك أستاذ سامي. إذن بداية أطلعنا، كيف تجري الأمور في الميدان بالحديدة على مختلف الجبهات؟ نعم، ميدانيا على الصعيد العسكري لا زالت الخروقات تحدث في كثير من جبهات مدينة الحديدة، لكنها كانت أقوى في المديريات الجنوبية لمدينة الحديدة. تواصل تحليق طيران الاستطلاع التابع للتحالف العربي، لكن دون توجيه أي ضربة حتى الآن منذ بدء هذه الهدنة. لكن القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين هو سيد الموقف على الأرض. أيضا تبادل الإطلاع كل من مواقع تمركزه،
لكن على الصعيد الإنساني لا زالت الطرق مغلقة، لا زالت منافذ المدينة مغلقة، وأحياء والطرقات داخل مدينة الحديدة لا زالت مليئة بالتحصينات العسكرية والآليات التابعة للحوثيين، وسط انتشار كثيف للمسلحين الحوثيين الذين باتوا يقودون الجيش العسكري التابع لوزارة الداخلية اليمنية. طيب، في هذا السياق، هل من جديد بخصوص الاجتماعات ما بين يعني باتريك كامرت وبقية وبين الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار؟ نعم، في الحقيقة اليوم انتهت الجولة الثانية من هذه اللقاءات أو المشاورات التي تحولت إلى مفاوضات بين شد وجذب. نعم أستاذ سامي. نعم نعم تفضل أكمل، تتحدث على أنها تحولت إلى مفاوضات. نعم تحولت إلى مفاوضات بين الحوثيين والحكومة، مفاوضات حول بنود الاتفاق التي أعلنت على أن الفريقين أو أن الطرفين قد وافقا عليها منذ إعلان ستوكهولم في السويد، لكن الطرفين عادا لمناقشة البنود بندا. كان هدف الجنرال الهولندي باتريك كامرت خلال هذه الجولة الثانية أن يستمع لمقترحات الطرفين حول آلية الانسحاب من مدينة الحديدة والخروج بآلية متوافق عليها حتى يتم تنفيذ بند وقف إطلاق النار وبند الانسحاب من المدينة والميناء، هذه أحد بنود اتفاق الحديدة. طيب، هل هناك جديد فيما يتعلق بما الذي سيفعله باتريك كومرت في حال لم يعني ما هي أبرز النقاط المختلف عليها؟ كيف يمكن أن يحلها؟ نعم، في الحقيقة الطرفان أمس توصلا لصيغة مشتركة، بحسب ما وردنا أنهم توصلا لاتفاق حول صيغة مشتركة لآلية الانسحاب، أي أن الطرفين وافقا عليها، لكن الحوثيون رفضوا البدء بتنفيذ الآلية مشترقين مناقشة والاتفاق على بقية البنود. نحن نتحدث عن البنود الخلافية، البند الاقتصادي، أي أين تذهب إيرادات ميناء الحديدة. الحكومة الشرعية تريد بقائها في البنك المركزي داخل المدينة وربطها بالبنك المركزي في عدن، لكن الحوثيون يرفضون هذا البند حتى الآن، بل يقولون أنه لم يتم أو أن هذه اللجنة ليست من مهمتها تنفيذ هذا البند. أيضا البند الثاني، ستؤمن المدينة بعد انسحاب الطرفين، هناك خلاف وجدل كثير على هذه النقطة، الحوثيون يريدون تسليمها لقوات الشرطة الحالية وهي تابعة لهم، بينما الحكومة الشرعية تقترح تسليمها لقوة أمنية تتبع وزارة الداخلية في عدن أو القوة الأمنية التي كانت تسيطر على الحديدة ما قبل 2014، أي ما قبل انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على الحديدة. طيب، كسؤال أخير، هل من جديد بالنسبة لطبيعة الحياة التي تسري في الحديدة بوجود لجنة المراقبين؟ هل يعني هل ثمة شعور بالطمأنينة مثلا موجود لدى الناس بوجود هذه اللجنة الأممية؟ نعم، في الحقيقة الناس لم تشعر بالطمأنينة إلا بتوقف المعارك وتوقف إطلاق النار، لا بوصول هذا الفريق. وصول الفريق اليوم هو في اليوم ينهي الأسبوع الثاني من وجوده داخل مدينة الحديدة، لكن وجوده لم ينهي إطلاق النار وتبادل القصف المدفعي بين الطرفين. أيضا وجود هذا الفريق لم يحل مشكلة إغلاق الطرق ومنافذ المدينة، وجود هذا الفريق لم ينهي مشكلة قطع الإنترنت وخدمة الكهرباء عن هذه المدينة حتى اللحظة. في الحقيقة وبكل بساطة، وجود الفريق الأممي لم ينعكس على الأرض ولا على الإنسان في مدينة الحديدة حتى اللحظة. أشكرك أستاذ سامي الأهدل، الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. أرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من برلين، الباحث السياسي دكتور علي العبسي. دكتور، إذا لا زالت هناك نقاط أخذ ورد فيما يتعلق بلجنة تنسيق إعادة الانتشار، في المقابل
الحكومة السعودية الإمارات قدموا شكوى إلى مجلس الأمن في ظل إصرار كما يبدو حوثي على التواجد العسكري في الحديدة. برأيك بداية، ما الذي تعنيه هذه الشكوى إلى مجلس الأمن؟ أولا أعتقد أن موضوع الشكوى هذه، وأعتقد أن الحكومة اليمنية ربما هي من قدمتها، أو مندوب اليمني من قدمها، هي نوع من تثبيت الحقائق أو نوع من تقديم الحوثيين باعتبارهم معرقلين من تنفيذ الاتفاقية. المسألة ربما ليست بهذه السهولة، لأنه مجلس الأمن ينتظر تقريرا من رئيس المراقبين ومن المبعوث الأممي لليمن، هم من سيعتمد على تقاريرهم وليس مجرد شكوى من الحكومة اليمنية أو من أي طرف آخر. أعتقد هي يعني في طريق تأكيد أن يعني عمل دعائي أكثر منه عمل سياسي، لأنه لا أتوقع مجلس الأمن سيستجيب لهذه الشكوى أو سيبحث فيها، لأنه هناك لجنة قائمة والعملية لم تفشل تماما، هناك ما زال عمل على الأرض، ربما هناك عرقلة، هناك صعوبات في العمل، لكن في الأخير المسائل ما تزال في محل المفاوضات، في محل الحلحلة. إذا هي ربما محاولة لتقديم الحوثيين للمجتمع الدولي باعتبارهم معرقلين، وهم فعلا معرقلون، يعني الحزلان هم السبب الرئيسي في العرقلة، ولكن المسألة مبكرة للغاية حتى يقرر مجلس الأمن في الشكوى أو يبحث موضوع الشكوى. طيب، في هذا السياق، يعني ألا يبدو أن الوقت يعني يذهب من بين أيدي باترا كومرت؟ لأن الحديث عن 21 يوم منذ بدء سريان الهدنة التي بدأت في يوم 18 من ديسمبر الماضي، يعني أننا أمام أقل من أسبوع تقريبا لانتهاء هذه الفترة، المهلة التي تريد انسحاب التي تعني أو ينتهي بها فترة المحددة لانسحاب القوات العسكرية. هل بالفعل سنشهد انسحابا بنهاية هذه الفترة أم لا؟ لا أعتقد، المسألة ليست بهذه السهولة، والتعقيدات كبيرة جدا على الأرض، والاتفاقية ستوكهولم أيضا مليئة بالبنود الغامضة والتي تحتاج إلى تفسير، وهناك وكما رأينا هناك تفسيرات مختلفة من الطرفين لما تنص عليه الاتفاقية. أيضا أنا لا أستبعد أيضا أن هناك نوع من التقصد في التأخير والمماطلة في موضوع تنفيذ الاتفاقية، وأعتقد هي ربما من جانب الميليشيات الحوثيين في الدرجة الأولى. الحوثيين يحاولون أن يكسبوا وقتا قدر الإمكان، نحن ربما الجميع يدرك وكل مطلع على الوضع في اليمن وعلى طبيعة الصراع في اليمن يدرك أن الحوثيين لا يمكن أن يسلموا مديرية الحديدة هكذا بسهولة، أن يتوقع المر بعد 4 سنوات من الحروب، وبعد أن يعني ما نشاهده من اشتعال الجبهات الأخرى في عدة مناطق أخرى، أن الحوثيين سينسحبون بكل سهولة من مدينة الحديدة ويسلمونها للحكومة الشرعية، يعني هذا مسألة مستبعدة. أنا أعتقد أيضا هو جزء من المماطلة، هي جزء من استراتيجية الحوثيين في مدينة الحديدة، محاولة كسب وقت بأكبر قدر ممكن. مسألة الالتزام بالمواعيد هي ليست مواعيد مقدسة، نعم هناك مواعيد مزمنة وضعتها الاتفاقية ووضعها قرار مجلس الأمن 24-51، ولكنها ليست مقدسة. أعتقد إذا تفاهمت اللجنة أو تفاهم الطرفان على إجراء تمديدات هنا أو هنا أو مد الفترة المناسبة للانسحاب، لا 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 أعتقد أن أحد سيعترض أو سيجد ممانعة كبيرة. نعم قد تعترض الحكومة الشرعية وتطالب بإلزام الحوثيين، ولكن كما نعلم الأمم المتحدة ستحاول قدر الإمكان إيجاد حلول وسط أو تمديد فترة معينة، أسبوع أسبوعين 3 أسابيع، وهذه مسألة يعني إجرائية ليست أكثر، يعني ربما. طيب دعنا في هذه النقطة دكتور، نقل التقرير إلى مجلس الأمن ومجلس الأمن سيطال تمديد الفترة، وبالتالي لن تكون مشكلة كبيرة. طيب دكتور، دعنا في هذه النقطة، نشك معنا في الحوار من صنعاء المحلل السياسي الأستاذ عبد الوهاب الشرفي. أرحب بك أستاذ عبد الوهاب. بداية، يعني هناك شكوى من حكومة الإمارات السعودية ضد اختراقات الحوثيين للهدنة، بالمقابل الحوثيون يقولون أن هناك اختراق من قبل التحالف والحكومة الشرعية فيما يتعلق بتحليق بارتفاع منخفض لطيران التحالف في الحديدة، وأيضا ضربات أخرى. كيف تنظر لأداء الأطراف في الحديدة في ظل وجود المراقب الأممي فيها؟
مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني يحتاج إلى فترة زمنية، هذه الفترة الزمنية يتم فيها يعني فك الاشتباك، معالجة مناطق التماس وما إليه مؤقتا حتى تثبت حالة وقف إطلاق النار قبل أن يبدأ الحديث عن مسألة إعادة الانتشار. الآن ربما لا زالت نقاط التماس قائمة والاشتباكات أو الاختراقات، الكل يعني يدعي بأن هناك اختراق من الطرف الآخر ويسجل على الطرف الآخر. طبعا هذا الأرض ربما نقبله نحن كواقع على الأرض، لكن فيما يتعلق بالطيران هذه المسألة أعتقد أنا ليست متعلقة بمسألة نقاط اشتباك وما إليه، وإنما هي ممكن أن نحكم عليها بأنها خرق مباشر يعني متعمد مسبقا. على كل حال لا زال الآن الذي بناء عليها سيصل إلى مرحلة وجود مراقبين، وهؤلاء المراقبين ربما يكون لهم أثر في أداء الأطراف، وإذا لم يكن لهم أثر سيكونوا طرفا مؤهلا من ناحية موضوعية لتحديد من أين بدأ الاختراق أو من هو الطرف المخترق، وبعد ذلك سيأتي الناس للحديث في مسألة إعادة الانتشار. فالمسألة هي لا زالت في مرحلة الجريان إلى حد الآن، لا زالت هي أيام التي بدأ الرجل هو شكل لجان والآن أدخلها مرحلة تدريب على عملها في ورشة عمل، وعندما تنزل إلى الميدان لمباشرة مهامها حينها يمكن نحن أن نحكم على مدى نجاح هذه الآلية في وقف الاختراقات أولا، وبعد ذلك في المضي إلى مسألة إعادة الانتشار المتفق عليها في السويد. لكن كان هناك يعني موقف يمكن وصفه بالغاضب من قبل كاميرت تجاه الحوثيين في سياق مسألة الميناء، هل ترى أنه يرى يعني أنه بدأ يتجه إلى أن الحوثيين يخترقون هم الاتفاق بشكل أكبر أو ينكثون الاتفاق بشكل أكبر؟ ربما إلى حد الآن ليس هناك رسمية أو كلام يمكن أن يؤخذ بصورة رسمية، هذا الكلام يتداول في وسائل لا، لكن هذا الكلام تم الإعلان عنه في موقع الأمم المتحدة، موقع المجلس الأمن الخاص بالأمم المتحدة. قد يكون أبدى ملاحظات معينة فيما يتعلق بالميناء، لكن كمسألة تحميل المسؤولية أو موقف، لأنه هو يتعامل الآن ربما هو بحد ذاته سيواجه مشكلة هذه فيما هي أوردت صفات مرنة يفسرها بالشكل الذي يريد، لا تحسم هي لصالح أي طرف، الطرف هذه هو يفسرها بأنه هو المعني بقضية استلام الحديدة، بينما طرف سلطة صنعاء يفسرها بأنها السلطة الحالية. هذا الأمر يعني يجب أن يحل، وأعتقد أنا أن هناك صلاحيات بقدر واسع بالنسبة للجنة المشتركة التي يرأسها كيمرت، ولا بد يعني لا إلى شيء اسمه إعادة انتشار ما لم تحسم هذه النقطة، ستكون محل نظر من البداية، بحيث إعادة الانتشار يترتب عليها من الذي سيستلم أمن المدينة عندما يعاد الانتشار وتغادر هذه القوات. طيب دعني أعود إلى الدكتور علي العبسي في هذه النقطة، يعني إذا استمرت عمليات الخروقات التي ربما ليست بالضرورة أن تفشل الاتفاق بشكل كامل باعتبار أن سيترتب عليها عقوبات بشكل أو بآخر، لكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه من ناحية الشد والجذب دكتور، من ناحية أن كل طرف يريد تفسير الاتفاق بالشكل الذي يريده، أين سنصل خلال الأيام القادمة خصوصا إذا ما عدنا للإطار الزمني الذي تم تحديده ب 21 يوم؟ أعتقد هذه مسألة تحديد مسألة نجاح تنفيذ الاتفاق هي من عادتها منوطة بالأمم المتحدة، منوطة بكبير المراقبين، هو وجوده لهذا السبب أصلا، يعني تم إرسال كبير المراقبين إلى الحديدة والمراقبين الحديدة للتأكد من تنفيذ الاتفاق.
عملية تفسير الاتفاق أعتقد هي أيضا منوطة بالأمم المتحدة، لأنه هناك قرار أممي في هذا الموضوع، وبالتالي الأمم المتحدة ومجلس الأمن هو من يحق له التقرير من يستلم أو من لا يستلم. وفي هذه النقطة أعتقد هناك جانب قانوني، أعتقد أن لو 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 قرأنا القرار 24-51 سنجد في ديباجات أساسية مسألة المرجعيات الثلاث بالنسبة للحل، ومنها القرارات الأممية السابقة وأبرزها القرار 22-16 والذي ينص على عدم مشروعية سيطرة الحوثيين على المدن وعلى سلاح الدولة، والذي يطالبهم بالخروج من المدن الرئيسية من المدن الكبرى وتسليم السلاح للجهة للدولة اليمنية والتي هي الحكومة الشرعية برئاسة هادي. يعني هذا أعجبنا أو لم يعجبنا، الواقع القانوني يقول ذلك. أنا أعتقد أن الأمم المتحدة لن تتسرع في، أو مبعوث الأمم المتحدة والكبير المراقبين لن يتسرعوا في الوصول إلى هذا القرار، سيحاولون ربما إجراء مفاوضات مرة أخرى أو الوصول إلى حلول وسط، وذلك يعتمد على سلوك الأطراف بالنسبة لهذا. هل هي مستعدة للقبول لدخول في مفاوضات أخرى لتفسير الاتفاقية، أم هي سيتمسك كل طرف بتفسيره هو؟ هل الحكومة الشرعية مستعدة للدخول في تفاوض على تفسير البنود ومن يستلم أو من لا يستلم؟ هل الحوثيين مستعدين أيضا لذلك؟ هذه مسألة سنراها، لكن الواقع يقول أن المراقبون الموجودون في الحديدة ومبعوث الأمم هم المنوطون في مسألة. طيب هل تتوقع منهم شفافية أكبر دكتور؟ هل تتوقع منهم أن يحددوا بشكل واضح ومعلن، ليس بالضرورة التقرير مرفوع بشكل سري إلى مجلس الأمن أو بشكل داخلي خاص، لكن معلن بشكل معلن لوسائل الإعلام من الذي يقوم بخرق الهدنة ويعرقل عملية إعادة الانتشار خلال الفترة القريبة القادمة؟ إذا ما قام الكبير المراقبين الدوليين، وإذا قام أو إذا قام المبعوث الأممي لليمن بالإعلان عن ذلك، فهذا يعني انتهاء مهمتهم في اليمن، يعني ببساطة، لأنه عند ذلك يعني أن الجهود كلها فشلت، وأن الجهود الأمم المتحدة أو اتفاقية السلام أو اتفاقية ستوكهولم قد فشلت. وأعتقد هذا مسألة من الصعوبة بمكان أن أو ليست بالسهولة المتصورة. المبعوث الأممي لا يريد أن يفشل في الموضوع، الكبير المراقبين الدوليين أيضا لا يريد أن يفشل، لأنه مسألة تحديد الطرف يعني ذلك انتهاء العملية والعودة إلى الحرب. فأعتقد هذا المسألة ليس بهذه السهولة، قد ندخل في مفاوضات أخرى، قد تبذل جهود كرة دولية، قد يتم الضغط على هذا الطرف أو على ذاك الطرف، قد يتم التهديد، قد يتم يعني إبداء ملاحظات، لكن المسألة الإقرار النهائي وتحديد والحكم بوجود طرف معرقل أعتقد هذه مسألة قد تأخذ وقتا، يعني ليست بسهولة ذلك، لن نشاهد هذا التقرير أو هذا القرار القريب العاجل. أشكرك الباحث السياسي دكتور علي العبسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. بالعودة إليك أستاذ عبد الوهاب، يعني نقلت الأخبار على أن المجلس المحلي الموالي لميليشيات الحوثي يبدو أنه يتجه نحو نقد دور باتريك كومرت في الحديدة، كيف تتابع هذه النقطة؟ بطبيعة الحال كما قلت لك أنت ستسمع الانتقادات من الطرفين. في الأخير طالما هناك نص غير واضح، وهذا النص يفسره كل طرف بوجهة نظره، سيرى أي إجراءات لا تتناسب مع وجهة نظره بأنها خرقا لهذا الاتفاق، بينما القضية هي متعلقة بتفسير الاتفاق ذاته. هل اللجنة المشتركة الآن لها صلاحيات من الطرفين؟ هل لها صلاحيات بأن تخوض في هذه المسألة فيما يتعلق بمسألة تحديد من الذي سيستلم الإدارة ومن الذي سيستلم الإدارة الأمنية تحديدا؟ هذه النقطة ربما هي بيت القصيد، إذا حلت بإمكانك أن تعتبر باقي المسائل بالكامل محلولة. هي نقطة غاية في الحساسية، وهي مربط الفرس أيضا بالنسبة لطرف هذه، هو يراها بأنها ماسة بالشرعية القبول حتى بسلطة مستقلة إذا تم الذهاب إليها، وأيضا أطراف أنصار الله أو سلطة صنعاء بشكل عام هم يرون القضية بأن المسألة ليست فرض اشتباك مراعاة لوضع الحديدة، وإنما سيكون القضية مسألة تسليم لهذه ونوع من الهزيمة. لكن أستاذ عبد الوهاب، يعني هناك من يلاحظ وجود
حدة أممية بشكل عام، خاصة مع تزامن ما يحدث في الحديدة بموضوع نهب المساعدات الذي أعلن عنه برنامج الغذاء العالمي. هناك من يقول أن هناك حدة أممية تجاه الحوثيين ضغطا لتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل سريع، هل تتفق مع ذلك؟ طبعا الآن الاتفاق السويد هو بطبيعته لابد أن يكون مدعوما، ما لم يتم الذهاب في اتفاق السويد معنى ذلك أن الحرب ستعود، وعودة الحرب الجميع يعرف بأن هناك موانع دولية ومواقف دولية عالية ضد هذه المعركة تحديدا لما لها من تبعات إنسانية وعلى شريحة واسعة من المدنيين ليس فقط في مدينة الحديدة وإنما ربما في كل المناطق المسيطر عليها من قبل سلطة صنعاء، وبالتالي سيكون هناك مواقف دولية ضاغطة سواء على طرف هذه أو على طرف سلطة صنعاء، لكن هل ستؤدي هذه الضغوطات إلى الخروج بنتيجة متمثلة في التوافق على السلطة وإنهاء الموضوع؟ هذا الأمر ربما يعني بمقابل الإشارات الإيجابية التي يحملها قضية هذا الموقف الدولي الداعم، لدينا القرار الأممي الصادر مؤخرا 2451 أعتقد الذي أدرج المرجعيات، مرجعية ما يسمى مرجعيات الحوار ضمن نصه، وهذا الأمر سيزيد ربما من تعقيد القضية على اعتبار أنه الآن هناك قرار دولي قد صدر يدعم موقف سلطة هذه وحكومته، وهذا الأمر يعني أراه أنا بأنه مؤشر سيء بمقابل المؤشر الجيد المتمثل في الموقف الدولي. طيب هل تتوقع انفراجه حتى نختم أستاذ عبد الوهاب؟ شخصيا أنا أرى الأمور أنها ربما تتعقد في هذا التفصيل، هناك ممانعة عالية من قبل طرف هادي، هذه الممانعة انعكست في القرار الأممي الأخير، كان هناك جهد حثيث لإخراجه، وسينعكس ذلك على موقفهم على الأرض، ربما لن تمنح الصلاحيات كاملة بالنسبة للمفوضين في اللجنة المشتركة من قبل طرف هادي، وهذا الأمر ربما يمنع التفصيل المتعلق بالذهاب إلى سلطة مستقلة. هذا ما أتوقعه أنا، ربما تذهب المسائل في وقت إطلاق النار لكنها لن تطول، ومسألة التوصل إلى حل لهذا التفصيل ربما هناك صعوبة كبيرة أمامه، وهذا ما نقرأه حتى الآن. أشكرك سيد عبد الوهاب الشرفي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.